السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرصان رجع معاكم تاني لكل أصدقائي وأصدقائي القناة، وبعرض لكم الجزء التاني بتاع القرش المتشمس اللي أنا كنت قلت لكم عليه، أو اسمه بلغة الصيادين صابوناص. وأنتوا بتشوفوا معايا دلوقتي وأنا بشق بطن السمكة دياتي، وبتشوفوا قد إيه إن وأنا بشق بطن السمكة إن الكبد بيخرج، وإزاي إن قد إيه إن حجم الكبد كبير جدا، يعني تقريبا ما يفوق 30 كيلو. وهتلاحظوا معايا كمان وانا بشق بطنه هدخل بالسكينه لحد تحت اسفل الفك، وهتشوفوا معايا دلوقتي انا بخرج قلب السمكه دياتي. هتلاحظوا معايا ان قلب سمكه القرش هيفضل ينبض فتره طويله حتى بعد ما اقطعه واطلعه بره السمكه، وبعد ما اخلص تنظيفها. وطبعا بكده طبعا انتوا هتتابعوا معايا الفيديو وانا بنضف السمكه، لان تنظيفها مو سهل جدا، متعب جدا، وهتشوفوا قد ايه ان صعب ان انا بقطع في الجلد بتاعها ولحمها. وعلى فكره السمكه دياتي اوقات بتنزل الاسواق، السمكه دي ماهيش لذيذه جدا في الاكل، عشان تبقوا عارفين ايه ماهيش طعمه خالص في الاكل. دي لمعلوماتكم، لان هي حتى هنا في اليونان رخيصة جدا، يعني حتى هنا التجار احنا بنسلمها للتجار تقريبا بنص يورو. وزي ما انتوا شايفين معايا بفتح بوه، شايفين قد ايه الفك بتاعه كبير، وشايفين وانا بشاور على الاسنان بتاعته، الاسنان بتاع السمك القرش كله طبعا زي ما انتوا عارفين عاشق ومعشوق بتدخل في بعضها. والسمكة دياتي من النوع اللي بيلتهم العوالق، اي حاجة عوالق بيلتهمها. وانا سعيد بصحبتكم والله، وسعيد ان انتوا تشوفوا الفيديوهات بتاعتي، واتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة وتدعموني وتشيروا الفيديوهات بتاعتي كلها وتشوفوا الفيديوهات. ولو في اي حاجة مش عاجباكم ياريت تقولولي. انتوا ملاحظين معايا وانا بشق الهواء الكبد، شايفين المرارة، المرارة في قلب الكبد هياتي، هتابعني شق السمكة لحد ما اخلصها. وبكده هنبقى احنا خلصنا السلسلة ديت من الفيديوهات بتاعت الأعماق، وبعد كده هننزل ان شاء الله معاكم مجموعة فيديوهات عن رحلات هتعجبكم ان شاء الله، وبعد كده هنزل لكم مجموعة فيديوهات لأكلات حلوة ولذيذة جدا. السلام عليكم.